العدد الأخير من مجلة آخر ساعة كان جايب عنوان رئيسي بيقول نورت يا قطن النيل. من بين الموضوعات اللي كانت موجودة في العدد لفت نظري الحقيقة تحقيق مهم جدا بعنوان محلاها عيشة الفلاح، وطبعا دي أغنية جميلة جدا غنتها أسمهان سنة 39 وكتبها بيرم التونسي والعملاق محمد عبد الوهاب الحقيقة هو اللي لحنها، والأستاذ كاتب الكاتب الصحفي الأستاذ هاني مباشر الحقيقة بدأ التحقيق بتاعه بالأغنية دي. تقرير مهم جدا بيتكلم عن أوضاع الفلاح المصري، كان فين وبقى فين، إيه اللي حققناه للفلاح، وكان طبعا عيد الفلاح يوم 8 سبتمبر، هل محتاج المزيد، إيه اللي تم تحقيقه على أرض الواقع لمساندة الفلاح وتحسين أوضاعه وأحواله. الحقيقة هنعرف ده من أستاذ هانئ بشكل مباشر، ونتكلم معاه فيما تحقق وماذا ننتظر أيضا لنصرة الفلاح وتحقيق الكمال، كمال لله وحده، لكن نقترب من الكمال بالنسبة للفلاح. منور معانا يا أستاذ هانئ في الراديو 90-90. بنور حضرتك يا دكتورة، وأنا اللي سعيد بتواجدي مع حضرتك وواصل برنامج حضرتك الجميل جدا اللي الناس كلها بتحبه. ربنا يخليك، ألف شكر لحضرتك. بدأت بمحلاها عشت الفلاح مطمن قلبه مرتاح. هل فعلا النهاردة الفلاح نقدر نقول انه قلبه مرتاح؟ هو نقدر نقول انه بدأ قلبه مرتاح، عشان نكون اكثر دقة وتعبيرا في الكلام. خليني ابدأ مع حضرتك من اجتماع عمله سيادة الرئيس من شوية مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة ومجموعة من الخبراء الزراعيين. تمام. البشاير بتقول ان احنا هيبدأ الفلاح المصري هيبدأ يرتاح، بمعنى اللي ما صدر من عن اللقاء او الاجتماع سيادة الرئيس المختصين في مجال الزراعة بيقول ان احنا داخلين على مشاريع جديدة وجديدة على القطاع الزراعي في مصر تتناسب مع الظروف والأوضاع الحالية في حاجات كثيرة ومعطيات كثيرة. يعني أنا عايز أقول لحضرتك في حاجة الناس هتعرف من الأخبار الجيدة أو طيبة جدا، المشروع القومي لإنتاج البذور. يعني إيه مشروع قومي لإنتاج البذور؟ يعني إحنا هيبقى عندنا كفاءة ذاتي ومتكامل من كافة أنواع البذور بتخص مصر والأراضي المصرية المشهورة بها طول عمرها، فيما يشبه ما يكون في البنك حضرتك، نقدر نعيش عليه ونطور السلالات اللي عندنا. النهارده برضو في اتجاه من الدولة وبتوجيه من الرئيس في كيفية التوسع في استخدام مياه الأمطار والسيول، وفي استخدام أنواع جديدة من استخدام أنواع جديدة من الزراعات اللي بتعتمد حضرتك على الزراعة المطرية. تمام. النهاردة بآن الأوان نقدر نتكلم إن إحنا بقالنا 7 سنين وتحديدا مع الرئيس مقتنع بفكرة ومبدأ إن إحنا لازم ننتج أكلنا، لازم ننتج قوتنا بإيدينا، ما ننتظرش من الآخرين يدولنا. إحنا من 7 سنين بدأ مشاريع عدة مشاريع قومية للنهوض بمستوى الفلاح المصري. تكفينا المقولة إحنا يعني كان زمان وردت على لسان توفير حكيم، الزراعة هي بترولنا، الزراعة هي ثروتنا، طول عمرها مصر في الزراعة ومعتمد على الزراعة، يعني استثماراتها اقتصادها اقتصاد زراعي. احنا طبعا الأغنية بتاعت بيرم التونسي وعبد الوهاب وقتها كان يقول لك يعني أشهر أغنية محلاها عيشة الفلاح وخلاف. طب ازاي كان في وقت الصخرة ماشي حضرتك، الوقت اللي كنا بنقول ان الفلاح كان بيضطهد ده كان سنة 39 وفقا لحضرتك كاتبه في التحقيق يعني. تمام ماشي حضرتك، في أي ورغم انه السنين اللي فاتت دي كلها كان هنالك بعض المحاولات او كان بعض الاجراءات، خلينا برضو كانت مشاريع قوميه وحاجات جيده، يعني زي ما بيقولوا نيات طيبه لاصلاح المستوى الفلاح وبالتالي
الزراعة، ولكن ليس بالنيات الطيبة فقط تحقق المشاريع القومية أو تحقق الأهداف. احنا عندنا يعني في التحقيق عند حضرتك واحنا بنناقشه، يعني اتكلمت عن موقف مصر من التصدير، تصدير الحاصلات الزراعية، فياريت تقول لنا انت يعني من خلال التحقيق اللي حضرتك قمت بيه وحوارك مع دكتور محمد فرجاني مستشار رئيس الوزراء قطاع الزراعي والري، نقول للسادة المستمعين ايه اهم المعلومات اللي يمكن ما نكونش احنا عارفينها او جديدة علينا في هذا المجال. يعني انا هقول لحضرتك ان السادة الرئيس من 7 سنين وحاطت هذا القطاع نصب اعينه والنهوض به وتحقيق قفزات تعود ما أضعناه في عشرات السنين في هذا المجال. كفاية أنا أقول لحضرتك حاجة، النهاردة احنا بنتكلم وعندنا اكتفاء ذاتي من عدد من المحاصيل الزراعية التي نعتمد عليها في غذائنا. زي ايه؟ حضرتك زي البقوليات، جزء من البقوليات اكتفينا منه حضرتك، ماشي حضرتك اكتفاء ذاتي، بل وصدرنا في الفاكهة، بدأنا نصدر وبقينا أرقام ترندات ورقم واحد في بعض المحاصيل زي البرتقال زي الرمان الفراولة والحاجات دي. وبقينا مطلوبين اسما، في الأسواق العالمية. يعني البرتقال المصري حضرتك، الرمان المصري حضرتك، الحاجات دي كلها وفي أسواق عالمية، مش أسواق مجرد ايه، مجرد مش هنقول أسواق المنطقة زي مثلا السوق الخليجي أو بعض الأسواق العربية، لا، احنا دلوقتي بنتكلم على أسواق عالمية كبرى تستوعب وتاخد كل ما لدينا. هرجع برضه هقول لحضرتك حاجة تانية مهمة، عشان احنا بدأنا نعمل بنك اللي هو زي ما قلت لحضرتك، بنك اللي هو البذور وأصولها، ونحافظ عشان نحافظ عليها عشان نطور سلالتها وتبقى موجودة عندنا، يعني وبوصولها عندنا. احنا خليني أرجع أقول لحضرتك حاجة تانية، عملية الإصلاح في هذا القطاع مش الناس مش متخيلها فقط بإني زي ما بيقولوا إيه، بجهز أرض الزراعة، بعمل منتج، بوفر الإمكانيات، لا 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 لا، كانت خطة متكاملة ومربوطة بعدة مشاريع أخرى. يعني على سبيل المثال هقول لحضرتك مشروع 100 مليون صحة. أيوة حضرتك قد يبدو تقولي لي إيه علاقته بالقطاع دوت، مش حضرتك؟ لا ده مهم جدا. لما أنا قضيت على الفيروس، على الفيروس سي، بالظبط الفيروس سي اللي إحنا عارفين كل أهالينا الفلاحين ونسبة كبيرة منهم كنا بنعاني في السنوات اللي فاتت، يعني من يعني هقولي ما فيش بيت الفلاحين الا كان زي ما بيقولوا حضرتك اتوجع بسبب فيروس سي بشكل او باخر. النهارده لما بدات الحمله دي هو في العفو، هو عماد المزارع ايه حضرتك عشان يعمل الارض؟ صحته وقوته وعافيته، فلم يكن صحيا منتظم ما هو في العفو. وبعدين طبعا القطاع الزراعي بيساهم في الدخل القومي للدولة المصرية طبعاً. يعني طبعاً. حضرتك قايل في التحقيق انه بتقريبا 15% من الناتج القومي، 15% فعلا من الناتج القومي، و17% من اجمالي الصادرات، اجمالي الصادرات، ونسبة العاملين في قد ايه حضرتك، حلينا مشكلة البطالة قد ايه، ماشي حضرتك، حاجات الكلام ده كله موجود. يعني زي ما بيقولوا ايه، حققنا في 7 سنين ما لم يتحقق في السنوات الماضية، يعني ما لم يتحقق في عشرات السنين. يعني هقول لحضرتك على سبيل المثال، لو حضرتك يعني احنا مثلا احنا بقى عندنا الصادرات الزراعية بتاعتنا 4.6 مليون طن من يناير حتى نهاية شهر اغسطس اللي فات، يعني لحد كام يوم فاتوا، متخيلة الرقم؟ وبرغم انه يعني قصة يعني كورونا ما اثرتش، قصة كورونا وكلام دوت. زي ما قلت لحضرتك رايك دلوقتي محصول البرتقال احنا التالت سنة على التوالي رقم واحد، ماشي حضرتك، انتاج الزيتون، ماشي حضرتك، الفراولة المجمدة، احنا دلوقتي عايز اقول لحضرتك عندنا 350 حاصلة زراعية بيتم تصديرها ل 150 دولة. يعني عندك اسواق جديدة انت رجعت فتحتيها. خليني اقول لك حضرتك يا خلان، خليني اقول لحضرتك حاجة مهمة جدا. اتفضل. بما ان اليومين دول احنا يوم ايام الاحتفال بعيد الفلاح، بالظبط، حضرتك في محصولين هم زي ما بيقولوا ايه رمز من رموز مصر عبر التاريخ، الا وهو القمح والقطن. والقطن طبعا، القمح طبعا لسه بادئ دلوقتي، القطن بقالنا بالظبط يعني بقالنا اسبوعين بدانا في الوجه البحري، ثم حاليا نحن في الايه في حصاد محاصيل الوجه البحري. عارف حضرتك الفلاح السنه اللي فاتت
كان بيورد انصار القطن بكام حضرتك؟ بكام يا فندم؟ كان ب 2000 جنيه، لا يزيد باحلى باي حال من الاحوال ب 2000 جنيه. عارفه النهارده انا بكلم حضرتك في ساعته وتوه، ساعته وتوه، النهارده بنتكلم كام الفلاح بياخد بتوليد الانصار اللي حضرتك؟ ايوه. احنا دخلنا على 4600 جنيه. 4600 جنيه، يعني الموضوع بقى مربح جدا بالنسبه للفن. من كام حضرتك؟ 2000 السنه اللي فاتت و2000 ده اكتر من ضعف يعني. يعني عارفه حضرتك ده هم بيقولوا ليه؟ اللي هو افضل الانواع، النهارده احنا لسه مرشحين للارقام تعلى اكتر من كده. والدوله بتاخده من الفلاح وبتعوض كمان، يعني بيشمل يعني عارفه حضرتك بقى النهارده 4600 وقد يزيد ويبقى اعلى من كده كمان. ماشي حضرتك، انت النهارده بترجعي القطن المصري لمكانته العالميه بعد ما كان، يعني مش هقول انه يعني تراجع، هقول تعرض لحروب كثيره يعني ومعوقات كثيره. لا احنا النهارده بنتكلم عن حاجه المحصول يعني رمز من رموز مصر او حاجه من مصروف مصر. ومش على فكره القصه برضه مش قصه زراعه برضه هنزرع القطن، لا ده احنا على ضوءه على حس القطن وهذه الانواع الجديده اللي نجح فيها علمائنا في الزراعه برضه بالاستعانه بالعلماء المصريين في المجال الزراعي. الدوله ما جابتش ناس من بره، الدوله ما جابتش خبراء من بره، لا ده ابناء مصر، ابناء مصر استعانه بابناء مصر ايه من اهل الخبره والتخصصات في مجالاتهم، فجبنا علماء الزراعه المتخصصين. ما هو ده اللي كنت عايز اسال حضرتك فيه. اتفضل. يعني طول عمرنا بنسمع ان في جمعيه زراعيه وفي ارشاد زراعي وفي مرشدين زراعيين، خفتت الفكره دي قعدت فتره، يعني فكره الارشاد الزراعي والمرشد الزراعي والكلام ده ما بقاش يعني متواجد على الارض بشكل حقيقي. هل ده دوره رجع تاني؟ هل في بدائل مع التقدم التكنولوجي ان يبقى في ما يرشد الفلاح في عمليه الزراعه، في عمليه التخزين، في عمليه التسويق؟ هل المنظومه دي كلها ممكن تشهد تطور بشكل او باخر نوعي لمصلحه الفلاح ولمصلحه مصر طبعا في الاخر؟ يعني انا هقول لحضرتك في حاجه برضو يعني قد معلومه قد تكون معلومه للمستمعين، كل المستمعين ان في عندنا احنا في مصر اعتقد حاجه اسمها منظومه كارت الفلاح الذكي في 23 محافظة. لا دي واحده، كارت الفلاح الذكي. تمام. ايه بقى ده يا فندم؟ ازاي حضرتك فكره اللي هي حضرتك الفيزا بتاعه البنك، ماشي حضرتك، او الفيزا بتاعه المعاملات الماليه، عليها بقى حضرتك كافه المعاملات التي تخص الفلاح. يعني ماشي حضرتك يعني عايز اقول لحضرتك بقى يعني الحيازه الزراعيه بتاعته، المحاصيل بتاعته ازاي، وازاي يحصل على حجم، يحصل على حضرتك على البذور، يحصل على المواد الكيماويه، هي حتى لو رغب زي ما بيقولوا حضرتك في الدعم، في الدعم، الدعم المادي ولا الدعم الفني؟ الدعم المادي والفني حضرتك متوفره من خلال مجموعه، كمان مجموعه من التشريعات اللي يعني العمليه مش عمليه يعني انجاز ليها التعبير البلدي زي ما بيقولوا يلا يا جدع بقى خلاص بقى خلينا نصلح الارض ونزرعها. لا 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 لا، دي منظومه متكامله، منظومه متكامله ومربوطه بكافه قطاعات الدوله. يعني انا النهارده بتكلم حضرتك على القطن، النهارده بنتكلم انا حضرتك على القطن مش زراعه، لا النهارده القطن مربوط بحاجه خلال الشهور الجايه ان شاء الله بمشيئه ربنا، ان شاء الله اذا شاء المولى عز وجل ان شاء الله، وبرعايته لمصر واهلها الناس الطيبه. عايز اقول لحضرتك هنبدا تشغيل وتطوير المحالج حضرتك ومصانع الغزل والنسيج. ده خبر كويس جدا جدا، يعني الحقيقه كانت من سنوات يعني كنا بنسال فين القطن المصري، فين مصانع الغزل والنسيج، فين المنتج المصري، فين التيشيرت المصري، فين ال احنا مشاركين في مبادره، بالمناسبه مشاركين في مبادره تسويقيه عالميه حضرتك قائمه بتشارك فيها مجموعه زي ما بيقولوا من اللي هي العلامات التجاريه في صناعه القطن حضرتك، يتيح لنا ان احنا بالتزام بمجموعه من القواعد المعينه اللي احنا بنشتغل عليها حضرتك، القواعد اللي زي ما بيقولوا ايه حضرتك ملتزمه بكافه المعايير والشروط حضرتك اللي بتتيح لنا لما ناخد العلامه ديت حضرتك، انه الترندات او العلامات التجاريه بتستعين بالقطن المصري، بتستعين بالقطن المصري. ايوه احنا عايز اقول لحضرتك للاسف الشديد احنا يعني القطن تعرض لمصر حرب يعني غير طبيعيه
من الفترة من قبل 2011 لبعد 2011 زادت الحرب. يعني على هذا يعني كأنه حاجة تقدر تقولي منظمة لانتزاع. ما بيسموه الذهب الأبيض حضرتك يا الذهب الأبيض تمام، يعني كانتزاع. عارف حضرتك رمز من رموز مصر، يعني إنما إحنا عايزين ريبابليك رجال مصر المخلصين، يعني ولازم أحط تحت الكلمة دي يعني ألف خط أحمر بفضل رجال مصر المخلصين في كافة المجالات. ما كناش نرجع نعمل هذا الإنجاز أو هذه الإنجازات خلال السبع سنين اللي فاتت. عموما ده كمان بيصب في مصلحة، مش مصلحة مصر بس، كمان إنه الناس ما تهجرش مهنة الفلاحة، وما يبقاش إنه أنا بمتهن هذه المهنة، يعني أنا فقير، يعني أنا مضطر أن أذهب إلى المدينة أدور على شغل تاني، أن أنا عايز أخد دبلوم تجارة وأبقى موظف وأنسى هذه المهنة العظيمة مهنة الفلاحة. يعني التطوير هذا القطاع يعني نتائجه على كل المستويات هايلة يا أستاذ هاني. يعني أنا عايز أقول لحضرتك، يعني اعتبري رأي مني أو رأي شخصي يخصني أنا، لو أملك القرار أو إصدار التشريعي أقول من مهنته فلاح لا يعمل في مهنة أخرى، لا يعمل في مهنة أخرى. يعني معلش فلاح يبقى فلاح، ما النهارده مش هقول له ايه، هنضحك على بعض ونقول فلاح ويطلع بيشتغل هو موظف حكومي طول النهار. ماشي حضرتك، يقول لك عشان الامان فيروح يشتغل بالدبلوم او يشتغل يعني عامل في جامعه اقليميه، لكن هو اساسه فلاح. فالقصه دي لازم تنتهي كمان يا استاذ. ما انا بقول لحضرتك، ما هو يعني لا انا في سبت عامل متكامل اداؤه او خلافه وسبت فلاح في نفس الوقت. أعتقد يعني بالمنظومة الجديدة بالرؤية الجديدة والتطوير الجديد يعني قصة أن أنا أبقى فلاح دي قصة مربحة ماديا، قصة مشرفة معنويا، كل ده يعني هيتغير، وكل ده محتاج كمان دعم من وسائل الإعلام ومحتاج تبصير من وسائل الإعلام بقيمة الفلاح. بمنتهى الأمانة لازم نقرر ده إحنا علينا برضو كإعلاميين دور. يعني بالزبط مع يعني أنا أقول لحضرتك قطاع الزراعة بمنتهى الأمانة بعد رئيس الفتاح السيسي والجمهورية الجديدة، يعني بيشهد إنجازات، بس الإنجازات دي لازم الناس تعرفها وتلمسها وتحس بيها تشوفها، مش مجرد إن أنا النهاردة اتكلمت مع حضرتك خمس دقايق أو أوقف، لا ده أنا بأطالب كمان حضرتك. يعني بما إننا داخلين على عام جامعي وعام دراسي جديد، احنا نرجع نظام الرحلات للمشاريع القومية حضرتك، وكل ايه مش مجرد رحلات سياحية ولا رحلات ترفيهية، لا احنا يعني برضو انا قلتها قبل حضرتك قبل كده في طبعا. مرة حضرتك قبل كده انه احنا ما زلنا يا جماعة الخير في حالة حرب. احنا بنبني جمهورية جديدة يبقى تتطلب من الكل ان يعملوا ويبقوا على قلب رجل واحد. ازرع في ولادي من صغرهم من دلوقتي، ما انا يعني احنا النهارده، انما بكره مين اللي هيحافظ ولادنا؟ لازم نصحهم افهمه يعني ايه جدك فلاح، وليس عارف حضرتك دي قيمه كان. على فكره قيمة. دي قيمه مش يعني بقيم الفلاح، ببساطة الفلاح، بصبر الفلاح، بمنظومة القيم اللي بتحكم علاقاته بالآخر. الفلاح ده قيمة على فكرة يا أستاذ هاني، يعني مش طبعا. واللي جذوره أصلا من الأرياف بيبقى فاهم ده كويس قوي، يعني فاهم قيمة الفلاح. بس طبعا اللي بيسكن المدن محتاجين توعية أكتر، محتاجين فهم أكتر، وده دور أكيد. الإعلام بالتأكيد، وزي ما حضرتك قلت دور الرحلات للمشروعات القومية والتبصير بيها، ونتمنى أن كل ده يتحقق. وأنا طبعا ما يفوتنيش أن أنا أشكر حضرتك جدا على التحقيق المهم جدا وعلى المعلومات اللي استفدنا منها حضرتك، ونتمنى لك كل التوفيق. العفو. أنا بشكر الكاتب الصحفي الكبير أستاذ هاني مباشر، نائب رئيس تحرير مجلة آخر ساعة.